حصاد الجنوب، أهلا بكم. دشن محافظ حضرموت مبخوت مبارك بالماضي وقائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن طالب سعيد برجاش اليوم مشروع الإنزال السمكي الرابع بالمكلا، المرحلة الثالثة لتسجيل وترقيم قوارب الصيد التقليدية التي تنفذها المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع هيئة المصايد السمكية بالبحر العربي. اختتمت لجنة من القيادة العامة للحزام الأمني اليوم الخميس سلسلة زيارات تفقدية لعدد من مقار التوقيف والاحتجاز في العاصمة عدن وأبيان ولحج، وشملت الزيارات أماكن الاحتجاز في الحزام الأمني للاطلاع على أحوال المحتجزين ووضعهم، حيث أشادت بمستوى الانضباط والرعاية المقدمة للنزلاء واطمأنت على أحوال الموقوفين وملفاتهم وقضاياهم. قال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن باجن إنه من الصادم اعتقال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران العشرات من الأبرياء العاملين في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية. باجن عبر في تصريحات إعلامية عن إدانة الولايات المتحدة بث الحوثيين الإرهابيين التهم الإجبارية المزيفة للمحتجزين، مؤكدا أن الميليشيا مدينة بالشكر لهؤلاء المحتجزين بدلا من التهم الكاذبة والسجن. دمرت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة بدون طيار لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. القيادة المركزية الأمريكية أكدت إطلاق الحوثيين الإرهابيين صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم فوق البحر الأحمر، نافية وقوع أي إصابات أو أضرار في السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.